الصعيد السوداني كما تعلم يتسلم إدارة الحكومة في وقت تتمتع فيه البلاد بوفرة مالية نتيجة إجراءات رفع الدولار أو سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، وأيضا ارتفاع أسعار النفط وما حققه ذلك من أموال تصل إلى تقريبا 85 مليار دولار وقد تصل إلى 100 بحسب خبراء. هل تفتح برأيك أستاذ نجم هذه الأموال شهية الفساد أكثر فأكثر؟ يعني الذين أفسدوا سابقا هل يتوقفون عن الفساد في ظل حكومة السوداني؟ يعني نتحدث بصراحة، الوفرة المالية التي تركتها الحكومة السابقة وصلت إلى 90 أو 95 مليار دولار، هذا لأول مرة يصل هذا الرقم في خزينة الدولة. ينبغي على السيد السوداني أولا أن يحافظ عليها، وثانيا أن يستثمرها بالتخطيط، رغم أنه يمتلك النزعة الإصلاحية ويمتلك الخبرة الإدارية والمالية والتنفيذية والتشريعية، أنه عمل في التنفيذ كوزير وكذلك عمل في التشريع كرئيس لجنة وعضو برلمان، وعمل في المحلي والمركزي في العمارة عندما كان موظفا أو مسؤولا، وكذلك عمل في بغداد. من غير ممكن هذه الخبرة وهذه السنوات وهذه الوفرة المالية والمقومات الموجودة، خصوصا الدعم المالي، الدعم البرلماني، الدعم الخارجي والدعم السياسي، وهذا ما يحتاج يعني فقط يحتاج إلى الجرأة، لأن المسؤول دائما الجرأة تعتبر له الرئة الثالثة من دونها يتحول عقيم. وكذلك لدينا كثير من الشخصيات الوطنية العسكرية والأمنية يرغبون أن يعملون من أجل مكافحة الفساد والمفسدين، وحتى على مستوى أنا تحدثت قبل يومين على وزارة الدفاع، يعني هو الشخصية وكابينة التي اختارها السيد السوداني، نعم منها مهنية ومنها تنفيذية ومنهم نزهاء، لكن كان ينبغي عليه أن لا يستعجل باختيار كوزير دفاع. هناك لديه كثير من الشخصيات يعني كانت تستحق هذا المنصب وكانت تمتلك الخبرة والرتب الحقيقية، يعني قائد البرية وكذلك رئيس أركان الجيش. هناك كثير شخصيات ينبغي عليهم أن لا يتم تهميشهم، وحتى على المستوى الاستخباراتي والمخابراتي والأمن الوطني، لأن لا يستطيع السيد السوداني يتحرك أو يواجه الفساد ما لم تكن هناك لديه أدوات. ما هي الأدوات؟ الهجزة الأمنية والمخابراتية. يعني على سبيل المثال عندما يعطي صلاحيات لرئيس جهاز الأمن الوطني أو لأمن الوطني الموظفين والضباط، مثل ما حصلوا خلال السنتين ووصلوا وواجهوا وكافحوا المخدرات